هي المباراه موجوده يعني اللعبه موجوده، لكن احنا الان نحاول نحدد الملعب، يعني تعرف هنا الملاعب كلها موجوده لكن ما موجوده يعني مشغوله، فبدنا نحاول نامن هذا الشيء، واكو تدخل من المدرب ان شاء الله نحاول نامن المباراه الثانيه. زين الاجواء كيف هي كابتن؟ اللاعبين اللي تم استدعائهم مؤخرا، لاعبين محترفين، لاعبين محليين، هناك انسجام بين الجميع، مستوياتهم، انت لاعب منتخب وطني سابق وقائد للمنتخب العراقي سنوات عديده، كيف شاهدتهم من خلال قربك للاعبين الان وتواجدك في المعسكر؟ والله الاجواء جيده، المعسكر في منطقه جميله وبعيده عن المدينه، اعتقد بيئه خصوصيه كبيره، والملاعب قريبه من الفندق يعني يتمشوا لها، يعني كل الامور متوفره لهم هنا. المنافسه جيده بالنسبه بين اللاعبين، وخاصه اللاعبين اللي استقطبوا اخر شيء اللاعب كيفن يعقوب، انا صراحه عاجبني جدا، لاعب على مستوى عالي، وايضا اللاعبين اللي استدعوا مؤخرا حسين علي من تونس وكل اللاعبين، للامانه المنافسه موجوده بيناتهم، تعرف الان مثل ما نقول اكتمل العدد اللاعبين اللي موجودين، فاهم الموضوع انه هناك منافسه بيناتهم، كل من يريد يقدم او يحجز له مكان، وهذا شيء جيد، وايضا المدرب مرتاح من هاي المنافسه، وانا ايضا مرتاح صراحه، شفت اللاعبين مجتهدين جدا، وان شاء الله يعني حس بالفائده لهم، خاصه انه لدينا بطوله رباعيه ايضا عندنا بالاردن وعفوا في تايلاند وبعد الاردن، اعتقد هاي ايضا راح تخلي المدرب يقف على امكانيات اللاعبين جميعا، واللاعبين اللي راح ينافس بهم في غمار كاس اسيا. زين شفتك في لقطات، شفناك يمكن كل الجمهور تابعك خلال لقطات للاعبين المحترفين المهاجمين، كان عندك كلام جانبي معاهم؟ اي طبعا احنا نحاول نحفز اللاعبين، تعرف بعض اللاعبين باول ما يجوا للمنتخب نحاول نهيئ لهم الاجواء ويقدمون اللي المردود اللي ينتظروه كل الجماهير العراقيه، فدائما نحاول ندعمهم في موضوع ان يشدون حيلهم، لان يعني تعرف ممكن يكون هناك بعض اللاعبين خجل، ممكن يكون الاجواء جديده، نحاول احنا هاي كل الامور احنا نسحب الضغوطات عنهم حتى يقدموا ما لديهم. طيب